تصدق ان انا بقى عندي فائض انتاج عن حاجة السوق المحلي، بفكر اصدر. كويس جدا، انت لازم تروح للمجلس التصديري للسلع الهندسية عشان يحطوك على اول طريقة تصدير. اهلا وسهلا يا فندم، حضرتك اول مرة تشرفنا في المجلس التصديري للسلع الهندسية، يا ترى اقدر اساعد حضرتك ازاي؟ انا بفكر اصدر وعرفت انكم اكتر ناس ممكن تساعدوني علشان اعرف اصدر منتجاتي. مظبوط يا فندم، احنا فعلا دورنا اننا نساعد حضرتك بخدمات كتيره جدا زي تنسيق لبعثات تجاريه وعمل لقاءات ثنائيه وكمان استخدام مشترين اجانب لمصر، وبرضه التحضير والمشاركه في المعارض الدوليه المتخصصه. ده كلام جميل جدا. ده غير توصيل حضرتك بكل مقدمي الخدمات الحكوميه والجهات المنحه اللي هدفهم تطوير المصدرين المصريين، وطبعا كمان احنا بنساعدك تعرف ايه هي الاسواق الاكثر طلبا لمنتجك عن طريق وحده دراسه الاسواق الموجوده عندنا. دي خدمات كتيرة وهائلة فعلا، بس هو أنا فعلا هحتاج الحاجات دي كلها؟ طيب ممكن معلش تشرح لي ليه كل الخدمات دي أنا هحتاجها علشان أقدر أصدر؟ طبعا هشرح لحضرتك كل حاجة. علشان نساعدك تصدر بنعمل دراسة للأسواق اللي منتج حضرتك مطلوب فيها علشان تقدر توصل للمشتري المناسب، وكمان إزاي تقدر تسوق لمنتجك حول العالم. وحدة دراسات الأسواق هي المحرك الرئيسي لعملية التصدير المحترف، لأنها بتشتغل على بند تعريف الجمركي الخاص بالمنتج، واللي عن طريقه بنعرف مين أكتر الدول طلبا للمنتج ده، وبكده نكون حددنا السوق، وكمان بنعرف الدول دي بتستورد منين، وكده نكون عرفنا مين بينافسنا، وممكن كمان نقدر نعرف بعض المستوردين داخل الدولة نفسها، وكمان لو في اشتراطات خاصة لتصدير المنتج ولا لأ. دي حاجة هايلة بجد. ويا ترى ممكن تشرح لي باقي الخدمات اللي قلت لي عليها في الأول؟ طبعا يا فندم ممكن. المجلس التصديري للسلع الهندسية بيقدم لأعضائه خدمات كتيرة جدا جوه مصر وبره مصر. يعني مثلا بينظم المجلس العديد من ورش العمل بتعرض معلومات مهمة جدا عن أهم وأحدث التطورات والخدمات في مجال التصدير. كمان المجلس بيصمم بعض المبادرات والمشاريع اللي بتخدم المصنعين لتطوير صناعاتهم ومنتجاتهم. مش بس كده، ده كمان لان المجلس بيتمتع بمصداقيه عاليه جدا، فكتير من الجهات المنحه الدوليه بتلجأ للمجلس علشان تتعاون معاه في تنفيذ مشاريع هنا في مصر، وطبعا ده بيصب في مصلحه الاعضاء بشكل مباشر. تعرف حضرتك ان المجلس مثلا عمل مبادره لتدريب الشباب الصغير علشان يقدروا يعملوا ابحاث ودراسات السوق، وبالتالي ممكن يتوظفوا في الشركات اللي بتحاول تصدر. مش بس كده، المجلس كمان ممكن يستضيف مشترين اجانب عشان يجوا مصر ويقابلوا المصنعين المصريين، يشوفوا المنتجات، وكمان ممكن يزوروا المصانع وبدون اي تكلفه على الشركه المصريه. ودي كانت بعض اعمال المجلس وخدماته جوه مصر. اما بقى على المستوى الدولي خارج مصر، فالمجلس بينظم بعثات تجاريه للدول الاجنبيه في مختلف قارات العالم، وطبعا المشاركين في البعثات دي بيكونوا الاعضاء اللي لهم فرص تصديريه محتمله في البلاد اللي بيتم اختيارها، لان كمان بيتعمل في الدول دي لقاءات ثنائيه مع التجار المحليين، ده غير المعارض الدوليه واللي بتعتبر طريقه هائله للتسويق الخارجي وتطوير صناعتك. ده غير ان المجلس من وقت للتاني بيعمل ورش عمل عن التصدير والمواني والاجراءات الجمركيه وايه المشاكل الموجوده فيما يخص الشحن، وكمان ممكن المجلس يخاطب الجهات الحكوميه المسؤوله لحل المشاكل دي لو في قطاعات كتير متاثره سلبا. تعرف حضرتك ان المعاملات الماليه في التصدير من اهم الحاجات اللي المصدر لازم يكون عارفها كويس وعارف مخاطرها وكمان انسب الوسائل لضمان حقوق الماليه، وعلشان كده كل فتره المجلس بيعمل ورش عمل مع جهات مصرفيه مختلفه علشان توصل اخر المعلومات للمصدرين، وكمان ازاي يقدر يستعلم ويضمن فلوسه علشان ما يخسرش. يعني يا فندم باختصار، المجلس بيكون مع حضرتك من لحظه اختيار الاسواق الخارجيه الى حضور التدريبات وكمان عمل اللقاءات الثنائيه. هتسافر معانا معارض وبعثات، وكمان هنساعد حضرتك علشان تعرف ازاي تضمن فلوسك وكمان تتاكد من التاجر اللي هتتعامل معاه. انا متشكر قوي على وقتك ومجهودك، انا هجهز الاوراق المطلوبه وهجيلك تاني. العفو يا فندم، شرفتنا. اتفضل، دي بيانات التواصل معاك.